اليوم ان شاء الله السيد ولي الولايه راح يشرف على عمليه توسيع 10,000 طرد غذائي لفائده عائلات معوزه اللي موزعين على مستوى 35 بلديه في بلديه ولايه تلف. هذه العينات من الطرود اللي تحتوي على مواد غذائيه اساسيه. مديريه التجاره بعد تنسيق مع جميع المتعاملين الاقتصاديين للمشاركه في هذه القافله التضامنيه لبوا الدعوه وساهموا مشاركه فعاله. من هذا المنبر نشكرهم على هذه المساهمه ونتمنى لهم كل الخير ونتمنى لجميع القفر هذو يوصلوا للمواطنين والفئات المعوزه. نحن متوقفين.